نشاط الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد لصاحب السمو أمير دولة قطر. حسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير الأرباوي. كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد سفيرة جمهورية تركيا ماهي نور أوزدمير غوستاس بوسام الاستحقاق الوطني درجة جدير. ويأتي إسداء الوسام للسفيرة التركية نظير ما قدمته من جلائل أعمال لمصلحة البلدين على مدار سنوات عملها بالجزائر، لتؤدي بعدها زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها في الجزائر، حيث حضر تكريم مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير الأرباوي. Et nous espérons vraiment pouvoir continuer nos accords et nos échanges stratégiques dans les années à venir. Pour moi, l'Algérie est plus qu'un pays ami et frère. C'est un pays dans lequel j'ai développé énormément de relations humaines sociales. Et je porte vraiment l'Algérie dans mon cœur en partant d'ici. J'ai aussi été très très honorée aujourd'hui d'avoir reçu la médaille de l'ordre de Jedid par le président Tebboune. Ça a été une surprise. C'est la première fois dans l'histoire en Algérie qu'un ambassadeur reçoit cette médaille. Et cela démontre vraiment de notre amitié, de notre fraternité, de tout le travail qui a été réalisé. Je remercie infiniment le président Tebboune, tout le gouvernement algérien ainsi que tout le peuple algérien pour toute leur amitié et leur fraternité. Merci beaucoup. دبلوماسيا، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الاثنين بمقر الوزارة نظيره من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سيداتي. واستعرض الطرفان آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدبلوماسي، لا سيما آفاق إحياء العملية السياسية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بهدف الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة. استقبلت الثلاثاء وزيرة أو أقول الاثنين وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار نائب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة الإيطالية جوزيفينا كاستيلو. وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وسبل بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون. واستعرض تطورات العلاقة على ضوء البرنامج الواعد الذي تم المباشرة فيه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي انطلاقا من شهر نوفمبر لسنة 2022، أين تم التوقيع على مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الاثنين عن اتخاذ العديد من الإجراءات وتجنيد جميع الإمكانيات لإنجاح هذه العملية لتفادي وقوع نفس سيناريو السنة الماضية. وتحدث الوزير إبراهيم مراد عن توفر 6 طائرات قاذفة للمياه ستشرع في عملية التجارب خلال الأيام القليلة القادمة، وتعزيز القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية ب15,000 عون ونشر 65 رتلا متحركا لمجابهة الحرائق. احنا اخذين بالاعتبار التجربة التي عشناها المأساوية التي عشناها في السنة الماضية واكثر في السنة اللي ما قبل في 21 و22. احنا اخذين بالاعتبار هذا، اخذين العام هذا بصفة تنبؤية بصفة استباقية. كل الاجراءات وكل يعني عززنا كل الإمكانيات وعززنا كل القدرات حتى نواجه مثل هذه الصعاب. الحمد لله احنا اضطرينا باش نتعاقدوا مع شركة من أمريكا الجنوبية من شيلي بالضبط. 6 طائرات راهي هنا موجودة اليوم، يبداو ان شاء الله هذو كل يقوموا اليوم هذو بالتجارب. بل الحماية المدنية عززنا ليزيفيكتيف، اعتقد 15,000 عون تاع الحماية المدنية بلا تاع الغابات، واكثر من هذا الروت 65 رتل متنقل.
كما أكد الوزير مراد تجنيد جميع مصالح الدولة لضمان استقبال جيد للجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023. خذينا كل ما يتعلق بالموسم الاصطياف، سيلات من الإجراءات، يعني كل المصالح المتدخلة على مستوى المطار، على مستوى الميناء، على مستوى المراكز البرية لازم تكون في مستوى تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يريد أن يجعل من مواطن كان من هنا أو من هناك في المهجر مركز اهتمامته، يريد أن نسهل له الحياة، أن لا نكرهه خاصة بالنسبة للجالية تاعنا تجي من هيه، نخليه هنا يكون ترابط وتواصل مع بلده الأصل. ودعا مراد إلى تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، مبرزا أن قدرات استيعاب السياح في الجزائر تقدر حاليا ب 500,000 سرير. أنا نريد أن نجعل من السياحة الموسمية أو السياحة على مدى السنة رافدا من روافد المداخيل بالنسبة لبلادنا، رافد اقتصادي من ناحية يعني تشجيع الاستثمار فيه حركية أتت نوعا ما بثمارها، ولكن بإمكاننا أن نكثفها فيها ربما عشرات المرات. العام هذا بحتى نجاوب السؤال تاعك، لا نقول أننا يعني راضيين 100%، حتى وين كان عندنا أكثر من 500,000 يعني سرير. أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها الاثنين عن اتخاذ عدة إجراءات استعجالية ووقائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023، وتتمثل هذه التدابير في وضع كافة المتدخلين من محافظي وموظفي إدارة الغابات عبر التراب الوطني وعلى كل المستويات في حالة تأهب قصوى لتجنب أو مواجهة أي طارئ، وذلك طيلة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية بمحاذاتها من طرف مصالح الغابات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية. قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ أهني أن القانون ساري المفعول المتعلق بقانون 1284 المتضمن القانون العام للغابات تجاوز فعاليته في حماية الثروة الغابية، معتبرا إياه أنه لم يعد يتماشى والتطورات الاقتصادية الحالية. أهني وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروة الغابية قال إن النقائص الكثيرة التي كانت في القانون الحالي هي التي عجلت للمبادرة في إعداد قانون جديد يواكب التطورات الاقتصادية، مشيرا أن مشروع القانون الجديد مفاهيم وأحكام جديدة لم يتضمنها القانون السابق فيما يتعلق بمخطط وطني للتنمية الغابية والسد الأخضر. تمت المبادرة في مراجعة القانون المذكور أعلاه والمتضمن بالنظام العام للغابات بما في ذلك العنوان، إذ سيتم تغيير عنوان مشروع القانون المقترح إلى القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حيث أن هذا العنوان الجديد يمكن تفسيره للحاجات إلى تكييفه مع المتطلبات الجديدة المتعلقة بالمحافظة على التنويع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر، وكذا إشراك كل الأطراف المعنية في التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية. من جهتهم ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة القانون المتعلق بحماية الثروة الغابية الذي يعود إلى سنة 1984، معتبرين أن تعديله ضروري جدا لمسايرة التغيرات. ثمنا مجيء مشروع هذا القانون الذي يأتي تجسيدا لتعليمات والتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ومن أجل إعطاء أهمية أكبر لقطاع الغابات اللي هو فضاء قطاع حيوي بحاجة إلى تصويبات أكثر فيما يتعلق بآليات حماية الغابات، المعدات التكنولوجية. قانون لم يعدل، فقد كان فيه تعديل بسيط في سنة 1991، وحان الوقت أن ننظر إلى الغابة وإلى المورد الغابي بمقاربة جديدة، وهي النظرة الاقتصادية للمورد الغابي. لماذا؟ لأن الآن فيه تطورات وفيه يعني أفكار جديدة فيما يخص حماية الغابات ودورها في التنمية المستدامة.
في موضوع آخر، أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الاثنين على افتتاح أشغال الاجتماع التقييمي لحصيلة نشاطات القطاع للسداسية الأول لسنة 2023. وبالمناسبة أكد الوزير بداني أن اللقاء يعتبر فرصة لاستعراض مختلف المؤشرات التي توصل إليها القطاع بخصوص إنجاز مختلف المشاريع والاستثمارات، مبرزا أن نسبة تربية المائيات تعرف ديناميكية كبيرة. هذا اللقاء ستكون استعراض لمختلف مؤشرات المتوصل إليها إلى حد الآن بالنسبة لإنجاز مختلف المشاريع والاستثمارات. تعلمون أن تربية المائيات الآن في ديناميكية كبيرة، كنا قبل سنوات لا يتعدى نسبة تربية المائيات بالنسبة للصيد البحري 1%، الآن رانا في حوالي 8%، ومع نهاية سنة 2024 راح يقفز هذا الرقم إلى تقريبا 14%، بالتالي تربية المائيات نوصل إلى حوالي 14,000 طن. كما كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أن حملة صيد التونة التي انطلقت في أواخر شهر ماي الماضي قد أسفرت عن اصطياد حوالي 50% من الحصة المحددة، لتستمر العملية إلى غاية شهر جويلية المقبل. حملة صيد التونة التي أعلنا عنها قبل في 26 ماي السابق، الآن قمنا باصطياد على حوالي 50% من الكوطة، مازال إلى غاية جويليا، وبالتالي ستكون لنا فرصة الآن أيضا من أجل اصطياد كامل يعني كوطة لصيد التونة الحمراء الحية في إطار اتفاقية مع المنظمة العالمية لحفظ التونة لكات. وفي إطار مرافقة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة التي مست ولاية تيبازا، وبعد القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية بصب منحة للمتضررين، كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عن تاريخ صبها. المزيد في تقرير لنور الهدى إغابريون. 1027 صيادا متضررا من التقلبات الجوية الأخيرة التي مست ولاية تيبازا سيستفيد من منحة التعويض التي أقرها رئيس الجمهورية والمقدرة ب30,000 دينار جزائري حسب ما أعلنه وزير القطاع. Donc l'ensemble des pêcheurs qui sont touchés surtout au niveau de Khmisti et de Fouka. Donc pour l'indemnité le minha pour l'allocation on va dire qu'il y a dans le président qui a décidé au moins pour cette période d'ici l'ouverture du port 30,000 dinars. On va lancer l'opération des indemnités auprès des pêcheurs durant cette semaine. الصيادون سيستفيدون أيضا من تعويضات عن الأضرار المادية بعد صدور نتائج تحقيقات اللجنة. يخرج كذلك القرار الوزراء المشترك الآخر يعني لتعويض الأضرار المادية اللي راح كذلك تكون يعني توفق لجنة يعني تحقق في الميدان في الأضرار باش تقدر تعوض هذا. هي مجهودات من شأنها مرافقة الصيادين الذين توقف نشاطهم إثر التقلبات الجوية الأخيرة إلى غاية إعادة تهيئة الموانئ. الدفع بالاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع حلقة التصدير لبلوغ رقم 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، أهداف تتطلع إليها الجزائر، ولتحقيقها تعمل على إعداد عنصر بشري مؤهل لتجسيدها. تفاصيل في الموضوع مع نهاد بضيف. إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لاستشراف الكفاءة المطلوبة وتكوينها في شعب التمور ومشتقاتها، الأجهزة الكهرومنزلية وزيت الزيتون، محور ورشة عمل تقنية تطلعية موسومة بمهارات التجارة والتنويع الاقتصادي. احنا اخترنا الشعوب هذو، ولكن احنا لقينا فيهم عندنا فيهم يعني كفاءات، عطينا فرصة، كنا شفنا يعني كيفاش يعني تكون الكفاءات يعني اخص يعني من جهة يعني الإدارة، ونظن يعني هذا
هذا البرنامج هذا راح يمد لنا نفس جديد. وضع برامج تكوينية ملائمة ومواكبة التطورات التكنولوجية وإعداد موارد بشرية متخصصة سيسهم في الدفع بالاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع حلقات التصدير. وأكثر من 20 سنة من الوجود في السوق الجزائري والأسواق الخارجية منذ 2017 من كانتنا من مخاصمة يعني معطيات حقيقية وواقعية مع المركز. أول شيء التكوين، كان عندنا تقريب 10-12 مليون نخلة وعفوا قفزنا إلى قريب 21 مليون نخلة، خلت الجزائر ترفع يعني كلاس منتحة من 9 رون إلى 3 يعني ثالث منتج عالميين. هذه خلى عندها ثروة، عندها إنتاج، وهذه الإنتاج هذه متوجه للتصدير. شعب اقتصادية هامة تعول عليها الجزائر للرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وتحقيق الهدف المسطر هذا العام. كشفت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة عن مشروع لتصدير 4 مليارات دولار من مواد البناء لدولة السنغال. حين ناخذ برنامج كبير في السكن في دكار، وان شاء الله راح يعني الهدف نتاعنا هو 4 ملايير دولار الا المواد البناء اللي حتكون لهذا القطاع هذا ان شاء الله. إلى موضوع آخر، كشف مدير الوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان الاثنين عن دعم الوكالة للمشاريع الاستثمارية الشبابية في مجال تسيير النفايات. مدير الوكالة الوطنية للنفايات وخلال إشرافه على يوم دراسي بمنتدى المجاهد للتعريف بمجال تسيير النفايات لطلبة صاحبي المشاريع، أوضح أن المشاريع البحثية ستحول إلى مؤسسات ناشئة. ولا بد كذلك نبين لهذا الشباب ان تسيير النفايات كذلك فرص كبيره في بالنسبه للاستثمار في النفايات. هناك فرص للتشغيل وفرص كذلك لخلق مؤسسات عاديه ومؤسسات ناشئه. المهم هناك طلب متزايد بالنسبه لتسيير النفايات. كان تسيير النفايات هناك خلل على البيئه وعلى صحه المواطن وخلل بالنسبه للاقتصاد الوطني. كذلك البحث العلمي كذلك مستمر في تسيير النفايات، وكيكون البحث العلمي يلحق الى نتيجه أكيد أن هذه النتيجة سوف تتحول إلى فكرة، تتحول إلى استثمار، تتحول كذلك إلى حل بالنسبة لإشكالية تسيير النفايات. من جهة أخرى، كشفت مديرة تطوير الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات أسماء أمال أن الوكالة تعمل على مساعدة الطلبة حاملي المشاريع الخاصة وتكوين الأساتذة على مستوى الجامعات في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر. الوكالة الوطنية من خلال عدة نشاطات من أجل مساعدة حاملي المشاريع خاصة وإما الأساتذة على مستوى الجامعات من أجل تطوير هذا المجال بتجسيد عدة أنشطة. أولا بتقديم مختلف المؤشرات والمعطيات المتعلقة بتسيير نفايات حتى نسمع لهذا الشاب حامل المشروع أنه يؤسس وينجز ويعد مختلف دراسات الجدوى مثلا، وكذلك حتى يعني نعطي له مجال يعني أنه يعرف تلك المنطقة التي سينجز فيها الاستثمار تاعه، هل يوجد فيها نفايات، هل يوجد يعني مؤسسات دي كونكورون له أم لا. في شيء مغاير، أطلقت شركة أوريدو الاثنين دورتها التكوينية 74 لنادي الصحافة حول تكنولوجيا الإنسان والذكاء الاصطناعي من تنشيط البروفيسور علي كحلان على مستوى أكاديمية مدرسة التكوين للشركة بالجزائر العاصمة. وكشف مدير الشؤون المؤسساتية للشركة رمضان جزائري أن اختيار هذا أو موضوع الذكاء الاصطناعي لأهميته على عديد الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو الثقافية أو الإعلامية. دورة 74 لنادي الصحافة لأوريدو، اخترنا هذه المرة موضوع الذكاء الاصطناعي. هي إشكالية تتناولها وسائل الإعلام وهو حديث الساعة على مختلف الأصعدة سواء كانت يعني اقتصادية أو ثقافية أو إعلامية. فلهذا تم يعني دعوة الأستاذ والبروفيسور علي كحلان خبير في هذا المجال وكذلك خبير في المعلوماتية وفي القضايا المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وأكد البروفيسور علي كحلان أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير البشرية. لن
intelligence artificielle, elle va nous augmenter. Elle va augmenter l'être humain. Et il va faire les choses plus vite, plus rapidement. Il va gagner du temps pour faire des choses beaucoup plus créatives, beaucoup plus réalistes, qui vont le faire avancer plus vite. Et ça nous permet de faire beaucoup plus de choses et avoir plus de temps, par exemple, pour se reposer, avoir plus de temps pour prendre des vacances ou là, plus de temps pour faire plus de métiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avenir, un métier ne suffit pas. Donc il est conseillé de pouvoir faire plusieurs métiers. محليا التحق بولاية سكيكدا زيادة من 25 ألف طفل مسجل بالمدرسة القرآنية الصيفية، إقبال كبير سخرت له إمكانيات مادية وبشرية هامة من طرف مصالح الشؤون الدينية والأوقاف. المزيد في تقرير لمهدي غربي. نحن اليوم نعطي إشارة الانطلاق من هذه المدرسة ليقوم معلمونا وجميع المنتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عبر تراب الولاية لاحتضان عدد كبير من تلاميذ وتلميذات، يكون عدد كبير جدا مقارنة مثل عدد الصائفة الماضية الذي تجاوز ربما 20,000 تلميذ. الأولياء حريصون جدا على تسجيل أبنائهم في المدارس القرآنية. في السنوات هذه الأخيرة نشهد إقبالا كبيرا جدا على حفظ كتاب الله وعلى حفظ المتون العلمية، سواء المتعلقة بالتجويد أو المتعلقة بالفقه أو غيرها من العلوم. استقبال هذا العدد الهائل من التلاميذ حتى يعني نهربوهم من المشاكل ومن الآفات الاجتماعية، لا سيما وهذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات وظاهرة الآفات. يتمسك عرش العجلات بولاية الأغواط أو يعرف بالتمسك الشديد بالعادات والتقاليد المتوارثة أبا عن جد، ومن بينها رفض أصحاب المحلات وجل سكان المنطقة بيع الملح. المزيد في مراسلة لناصر حوحط. السلام عليكم. السلام مرحبا. عندك الملح؟ الملح والو. وش قال حواني توما جيت الملح انا كيفاه؟ واش تبيعوا فيه كيفاه؟ هذا الزائر مثال لكل الزوار الذين يدخلون بلدية البيضاء شمال ولاية الأغواط من أجل التبضع ولا يجدون أثرا لمادة الملح على رفوفها. فأصحاب المحلات التجارية هنا يمتنعون عن بيعها منذ القديم تبعا لعاداتهم ووصايا أجدادهم. الملح من جدودنا ما نبيعوش، العجلات ما يبيعوش، خصك الملح نجيبو لك من الدار بصح ما نبيعوش، احنا نشروه منا ومنا نشروه بصح ما نبيعوش. إيمانا منهم بقدوسية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، أضحى الملح مادة ذو قيمة عالية لا يباع عندهم بل يعطى لمن يطلبه، في المقابل يشتريه سكان منطقة العجلات من الأسواق المجاورة. من بكري من بويتنا كما من جدودنا كاع من جدود الأولين قعدنا في العادة هذه تاعتنا رانا نمشوا عليه، أي واحد جالي ما يبيعش الملح. حنا العنسيان كي ياكل عند بن عمو ويهضر فيه يقول شوف فلان كلا عندي وشرب عندي هاو عرض له الملح، قضية الملح هي الماكلة، هذه القضية تاعتها، هذا قضية الملح. عادات قديمة ما تزال إلى اليوم وإن كانت غريبة لأغلبنا كعادة عدم بيع الملح بعرش العجلات، لم ولن يمحوها لا الزمان ولا التطور التكنولوجي ولا حتى تعاقب الأجيال. ونختم بثقافة. انطلقت صباحة الاثنين فعاليات الجولة الثامنة للورشات التكوينية للسينما بمتحف سينما الجزائر، وأكدت وزيرة الثقافة والفنون سرية مولوجي في كلمة ألقاها نيابة عنها المدير المركزي بوزارة الثقافة والفنون بزيع شداد أن مصالحها تدعم كل المساعي النبيلة الرامية لخدمة وترقية الحقل السينمائي بالجزائر. بمناسبة افتتاح هذه الورشات التي تشرف عليها وزارة الثقافة والفنون بمعية المركز الجزائري للسينما اللي عنده بعد تاريخي وبعد وطني ودولي وأيضا خاصة على المستوى السينمائي والأرشيف الذي يعتبر ذاكرة الدولة الجزائرية. تولي الدولة الجزائرية اهتماما بالسينما، كان بداية بعقد لقاءات وطنية بحضور خبراء دوليين حول مجال حول الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر.
نهاية النشرة في أمان الله.